أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وموالاه. أما بعد، teman-temanku, sahabat Quran, kalbun salim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah sampai di pertemuan ke-9 dan untuk tugas di rumahnya insyaallah Ustaz akan coba bacakan untuk menjadi contoh atau acuan buat teman-teman ketika nanti di rumah. Ustaz pesan sebelum teman-teman menyimak video ini, pastikan teman-teman sudah berwudu, kemudian berpakaian yang rapi, kemudian sopan dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Baik, silakan dibuka surat Al-Baqarah ayat 154 sampai 163, atau kalau di Quran Mushaf Madinah itu bisa dibuka di halaman 24. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوى خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا
إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. Nah, kira-kira seperti itulah teman-teman dalam membacanya. Yang penting tartil, kemudian pastikan sudah berwudu. Tentu selalu Ustaz berharap teman-teman Allah karuniakan kemampuan untuk bisa membaca lebih baik dari apa yang tadi sudah Ustaz contohkan. Barakallahu fikum. Sampai ketemu lagi di hari esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.